بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. وقد بدأنا في استنباط ما يظهر لنا من فوائد هذه الآيات وأحكامها، والآن نواصل البحث في هذا. فنقول في هذه الآيات أن ما عند الله للمجاهدين في سبيله خير من الدنيا وما فيها، فإن الجهاد وإن كان فيه مشقة وفيه تعرض للقتل والجراح والتعب في الدنيا، إلا أنه في الآخرة يكون المجاهدون في راحة وفي غبطة وفي نعيم وسرور وسرور دائم. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. يؤخذ منها الترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يضيع لديه أقل عمل صالح، ولا يظلم أحدا. ولهذا قال جل وعلا: ولا تظلمون فتيلا. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا بأن ينقصه شيء من أجره، أو يضع عليه شيئا من الإثم لم يعمل بسببه، بل إنه سبحانه وتعالى حكم عدل، يضاعف الحسنات إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئات فإنما يجزى بمثلها من باب العدل، والجزاء على الحسنات من باب الفضل. يؤخذ منها أنه لا ينجي حذر من قدر، فمن استثقل الجهاد خوفا من الموت فإن الموت سيدركه ولو لم يجاهد. فإن الجهاد لا يقرب أجلا لم يكتبه الله عز وجل، وإنما كل أجل في وقته، سواء جاهد أو لم يجاهد. ولهذا قال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت لا يمنع منه شيء، سواء قعد الإنسان في بيته ولم يخرج إلى الجهاد، وسواء تحصن بالحصون المنيعة أو لم يتحصن، فإن الموت مدركه لا محالة،
في أي مكان كان، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهذا فيه التنفير من الذين يقعدون عن الجهاد خوفا من الموت، فإن الموت لا ينجي منه خوفهم وحذرهم وقعودهم. ولهذا رد الله على الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا في وقعة أحد. قال الله جل وعلا: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فإذا كنتم تدرؤون الموت بزعمكم عن غيركم فادرؤوه عن أنفسكم. وقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ويؤخذ من هذه الآيات أن الكفار والمنافقين يتطيرون بالرسل، بمعنى أنهم يتشاءمون بهم، كما قال تعالى في هذه الآية: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. والمراد بالحسنة والسيئة هنا ما يصيب الناس من الجد وانحباس المطر وقلة الأرزاق، هذا المراد بالسيئة. والمراد بالحسنة عكس ذلك من المطر والخصب وإدرار الأرزاق، فهم ينسبون الحسنات إلى الله جل وعلا، وهذا صحيح. ولكن أيضا السيئات من الله جل وعلا، مقدرها على العباد بسبب ذنوبهم وليست بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا رد الله عليهم بقولهم: وإن تصبهم سيئة، أي انحباس مطر وجدب وغلاء في الأسعار شح في الأرزاق، يقول هذه من عندك، أي أنت السبب في ذلك. وهذا أمر في الأمم السابقة يتطيرون في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم مصدر الخير، يعتقدون فيهم أنهم مصدر الشر لانتكاس فطرهم ورداءة عقولهم. وإلا فإن الرسل وأتباع الرسل هم سبب الخير الذي يحصل في الأرض. ولذلك قال فرعون وقومه لموسى عليه السلام: إن تصبهم الحسنة وإن تصبهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. أي أن الذي قدر عليهم السيئة هو الله وليس موسى ومن معه، وإنما هذا بقضاء الله وقدره، وسببه من عندهم هم بكفرهم وظلمهم. وأما موسى عليه السلام وأتباعه فإنما جاءوا بالخير. وعلى غرار هؤلاء من يتطيرون الآن بأهل العلم وأهل الدعوة إلى الله وأهل الصلاح وأهل العبادة، ويقولون إنهم أخروا المجتمع وإنهم السبب في أن المجتمع تأخر والسبب في عدم الرقي والنهوض إلى غير ذلك من مقولاتهم، مع أن الصلحاء إنما ينهون عن الفساد في الأرض ولا ينهون عن الإصلاح وما فيه الخير، بل إنهم يشجعون على ذلك. ولكن لكل قوم وارث لكل زمان ومكان. فكثيرا ما نسمع الآن ونقرأ ممن يتكلمون في أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الصلاح في أنهم هم الذين أخروا المجتمع، وأن ما حصل على المجتمع من عدم الرقي وعدم الحضارة إنما هو بسبب هؤلاء. والحقيقة أنه بسبب هؤلاء المتكلمين
هم الذين أخروا المجتمع بذنوبهم وسيئاتهم ووقوفهم في وجوه المصلحين. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.